ترعى لحقت قواتنا الباسلة العصابات الإرهابية في حي الحمادين والمخيم واستهدفت عددا من أوكارهم في طريق السد وقضت على عدد منهم ودمرت مدفعا من عيار B10 وعددا من السيارات المزودة برشاشات. كما تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين بينهم جنسيات غير سورية في النعيمة والشجرة وحيط وتسيل وكوية وسحم الجولان والإحراك، وعرف منهم رستم الفالوجي وسيم الفالوجي ومحمود محمد المحمود وسامر خالد الأحمد ورأفت عبد الله أبو سعيفان ومحمد عبد الله الجاعوني ونضال أحمد رمضان وعبيد السري أردني الجنسية وهو خبير متفجرات. أقر